السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في الفيديو بتاع النهاردة احنا هنتكلم على حضارة الماين والميثولوجيا بتاعتهم. لو انتوا مش عارفين اي حاجة عن حضارة الماين بجد هم يعني ناس مثيرة للاهتمام ولازم ناخد نظرة عليهم. وبالمناسبة هم الناس بتوع العالم هينتهي في 2012. ايوة هم دول الليلة بتاعت العالم هينتهي 2012 هم الناس بتوع الحوار ده كله. فنفهم بقى الليلة دي كلها جت منين وليه العالم كان المفروض ينتهي سنة 2012 والحوارات دي كلها. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد، وانتم موجودين تحت تنسوش تشتركوا في القناة، شغل التنبيهات، ويلا بينا. زي كل الميثولوجيات اللي احنا اتكلمنا عليها بنبدأ بقصة الخلق، وقصة الخلق بتاعت الماين بتبدأ بولا حاجة. ايوة ما كانش فيه ولا حاجة في الوجود ما عدا ست آلهة برايمورديا. اظن لو انتم متابعين السلسله بتاعت الميثولوجيا دي يعني انتم عارفين يعني ايه برايمورديا، ولكن شرح سريع. البرايمورديا هو الاله اللي فوق الالهه، لان في الميثولوجيات القديمه بيكون عندك الهه كتير جدا، بس لما تتكلم على اله برايمورديا هو الاله اللي فوق الالهه دي، زي امون عندنا في مصر، امون او راع كده اهو هو اللي فوق كل الالهه التانيين. فالست الهه البرايمورديا اللي موجودين عندنا دول كانوا قاعدين في الولا حاجه بيعملوا ولا حاجة، لحد لما قرروا ان هم يدمجوا القوة الابداعية بتاعتهم علشان يعملوا حاجة، وعملوا الارض. بص هم ما عملوش ارض اللي هي الارض، لا هم عملوا قطعة كده تمام، بس القطعة دي كان فيها روح، فبكده هم اخدوها كأنها خطوة ناجحة تمام. القطعة دي زي ما بيتقال بالانجليزي كده هو يعني the heart of the earth، ده الحاجة اللي عملوها. بس معلم كده هو شغلهم مخلصش، لان اللي عملوه في الاخر هو بس مجرد قطعة. فقرروا ان هم يفصلوا القطعة دي حاجتين تمام. فعملوا الموضوع ده ازاي؟ زرعوا شجرة كبيرة في النص، فالشجرة دي فضلت تكبر 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 لحد لما قسمت القطعة دي لحتتين، الحتة اللي تحت بقت هي الأرض واللي فوق بقت هي السماء. واهلا وسهلا اعزائي اللي قاعدين في الارض، دي هي الارض اللي انت فيها دلوقتي. بعدين عملوا لك نباتات بقى على الارض، بعدين عملوا شويه حيوانات على الارض، بعدين قعدوا يفكروا ايه ده، احنا كل الحاجات اللي احنا عملناها على الارض دي ولا بتتكلم ولا ليها اي لازمه اساسا. احنا عاوزين نعمل كائن يقدر يتكلم، يقدر يتواصل معانا، وفي نفس الوقت يشكرنا على الحاجات اللي احنا عملناها له دي. فعملوا البشر، او بمعنى اصح الفيرجن رقم واحد للبشر. عملوا الانسان الاول ده من التراب، بس كان فيه مشكلة لان هما كان كل ما يعملوه كده هو يقوم واقع تمام، يعني ما كانش ماسك نفسه. وزود على ده ان هو ما كانش عنده القابلية للتناسل لان هما عملوا رجالة بس. فراحوا عملوا طوفان كبير علشان يمسحوا الفيرجن 1 من البشر، فقالوا عايزين نعمل بقى النسخة التانية من البشر يكون احسن، فقالوا نعمل بشر من الخشب. فكرة رائعة. بعد ما عملوا الفيرجن رقم 2 دي بتاعت الخشب اكتشفوا مشكلة تانية كبيرة، ان البشر دول ما عندهمش قلوب، ما عندهمش روح، ما دام ان هما فارغين من جوه مش هيقدروا يحسوا بالعظمة دي. فراحوا مسحين برضو النسخة التانية من البشر دول، وبدأوا يشتغلوا في الفيرجن رقم 3. والحاجة الوحيدة اللي فضلت موجودة على الأرض بعد الإبادة دي كانوا القرود تمام. بس ركز معايا كده ثانية حضرتك، بعد الليلة دي كلها انت لازم تفتكر ان اللي موجود معاك أصلا هي الأرض والسماء، مفيش ولا شمس ولا قمر. فطلع الطير كده هو من ولا حتة وراح قايل لك ايه انا الشمس والقمر yeah. فطلع اتنين توأم، واحد اسمه اونخبو وواحد اسمه اوشيلان كي، قالوا له ايه هنهزر تعال. راحوا ماسكين الطير وراحوا قتلينه تمام، وفرحوا عملوا حاجه كويسه، قتلوا الطير اللي عمال بيدعي ان هو الشمس والقمر، والاتنين دول هم ولاد الهه تمام، بس هم مش برايمورديا. فحاولوا بعد كده ان هم يحرروا ابوهم برايمورديا، ابوهم اسمه اونخبو، ومش بعيد يكون ابوهم ده هو صاحب الفكره بتاعت ان هم يعملوا الفيرجن رقم 2 اللي هم البشر بتوع الخشب. علشان كده الالهه الثانيه البرايمورديا حبسوا ابوهم اونخبو، بس هو مش هيموت من الحبس ده، برايمورديا مش هيموت، هو بس موجود كده هو مقفول عليه عند شيبا لابا تمام، اله العالم اللي تحت، هيديز بتاعهم من الاخر. وفي اللحظه دي حاجه مهمه جدا حصلت، وهي ان الاثنين التوام دول تحدوا الاله بتاع العالم التحتي علشان يحرروا ابوه، والتحدي كان ماتش كورة. الموضوع غريب هشرحه كمان شوية، بس ركزوا ان لعبة الكورة دي كانت مهمة جدا ساعتها. فازوا الاخين في ماتش الكورة وحرروا ابوه، ومن العظمة دي طلعوا فوق قوي، لا هم طلعوا فوق، فضلوا يطلعوا فوق لحد لما واحد بقى الشمس وواحد بقى الأرض. وبعد ما استقروا فوق بقى حضراتكم، ويعني الأرض بقى شكلها جميل، بقى عندك نهار بقى عندك ليل والكلام ده كله، الآلهة بدأوا يخلصوا في الفيرجن 3 بتاعتهم، والفيرجن 3 بتاعتهم كانت
البشر اللي هم موجودين دلوقتي. والسر كله كان في ايه؟ كان في الذرة. قالك ان احسن ماتيريال تعمل منه البشر هو الذرة، ودي هي قصة الخلق عند الماين. خلينا بقى نتكلم شوية عن الالهة. طبعا صعب ان انا اقول لكم كل الالهة بتوع الماين، رقم واحد لان اساميهم صعبة جدا، ورقم اتنين علشان في الهة كتير بعد الفيرجن رقم تلاتة دي. بجد تتكلم ان انت عندك اله لكل حاجة بدون اي مبالغة، عندك اله للصيد، وعندك اله للهوى، وعندك اله للزرع، وعندك اله للانتحار. ايوه الحوار ده كان منتشر عندهم، فكرة ان المنتحر ده كان الالهة بياخدوه على طول للنعيم. الحاجة الغلط بقى اللي ممكن تتفهم هنا هو ان الالهة يعني عشان هم بياخدوا مثلا المنتحر، وان هو زي ما تقولوا ايه يعني بيعتبروه ان هو ضحى بنفسه علشانهم والكلام ده كله. الفكرة الغلط بقى اللي ناس كتير بتاخدها عن الديانة بتاعت الماين، ان هم الناس اللي بيضحوا بالبشر عشان يرضوا الالهة. لا انا اسف حضرتك غلطان، حضرتك انت كده بتتكلم على الاستك، تمام؟ الاستك فوق شوية مش الماية، هم شبه بعض جدا، قريبين بعض جدا بس مش نفس الحاجة. لا ايوه الاعتقاد اللي كان موجود عند البشر ان الالهة بتوع الماين عايزين تضحيات كده، وعايزين اي اثبات ان الناس دول بيعشقوا الالهة بتوعهم كده هو. بس الالهة بتوع الماين ما كانوش مهتمين بالناس العاديين. لا انت لو انسان عادي كده كنت عايش في المنطقة دي تمام، اخرك ايه يا عم، روح عند المعبد بتاعهم كده وخلاص. بس الماينز كده هو كانوا بيروحوا للناس الهيراركي كده، تمام، الناس العاليين جدا بقى، الملوك والكلام ده كله، ودول اللي ممكن يعملوا تضحية. لو انت انسان عادي مش محتاج ان انت يعني تضحي بنفسك او يعني تعذب نفسك وتنزل دم كده عشان ترضي الالهة. لا الحاجات اللي كانت منتشرة للناس العادية عشان يتقربوا من الالهة هو التخريم، تخريم على الوشوش في أماكن كتيرة من الجسم. وحاجة تانية غير التخريم كان التعديل في شكل العظم. دي كانت الحاجات اللي هم كانوا بيعملوا عشان يتقربوا من الآلهة، ولما كانوا بيحبوا يتعبدوا للآلهة وكده وكانوا بيروحوا للأماكن اللي هي شبه الأهرامات. شبه الأهرامات أوكي، this is not real أهرامات alright. لو سمحت مومان copyright strike كمان. وبكده أعزائي المشاهدين نكون خلصنا الجزء الخرافي بتاع الماين. خلينا ندخل بقى في الناس الحقيقيين، نتعرف شوية عن الناس دول. مبدئيا هم كانوا عايشين فين؟ جنوب المكسيك كده، الحتة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، تمام. الأستك تمام فوقيهم شوية، مش عاوزكم تخلطوا ما بين الاثنين دول لان في ما بينهم اختلاف كتير. لو عايزين فيديو تاني عن الأستك عرفوني في الكومنتات. اي بالمناسبة وانت تحت كده انت اتعملت لايك ولا لسه؟ اعمل لايك يا راجل. الأستك كانوا امبراطورية كده هم ماسكين بعضهم، الماين كانوا متفرقين قرى ومدن مختلفة كده، بس الحاجة اللي كانت تجمعهم الديانة. والحضارة دي ممكن نقول ان هي تقسمت لثلاث حقب زمنية مهمة جدا، بري كلاسيك من 2000 قبل الميلاد ل 250، الكلاسيك من 250 ل 950، والبوست كلاسيك من 950 ل 1539. فترة البري كلاسيك هي الفترة اللي ممكن تقول ان يعني اتنقلوا من مجرد ناس مسافرين كده وكانوا دايما ماشيين لناس استقروا في المنطقة دي، فضلوا موجودين فيها وخلاص. يعني عرفنا ان الناحية دي لمؤاخذة بتاعتنا احنا، وبدأ يسيبوا الحوار ان هم دايما يجروا ورا الحيوانات كده، لا بدأوا يزرعوا وبدأ يعني يكون في يعني حاجة تخليهم موجودين في المكان ده. وعلشان عندك حاجة تخليك تقعد هتبدأ بقى تتطور شوية قدام. بدأوا يستخدموا بعض الرياضيات والعلوم كده هو، حاجة مهمة كانوا بيستخدموها الصف، وده شيء ما كانش منتشر خالص أيام. بعد كده ندخل في العصر الكلاسيك، بدأوا يتطوروا أكتر، بدأ يكون فعلا في حضارة في المكان ده، بدأوا يبنوا الأهرامات بتاعتهم ويدفنوا الملوك بتوعهم في الأهرامات دي. كوبرايت سترايك تاني يعني فيش أوريجيناليتي خالص يعني كمان. وزي ما قلنا ده هو المكان بتاع العبادة، وزي ما انتوا شايفين قدامكم قدام كل معبد في ساحة فاضية، دي كانت لحاجة مهمة جدا وهي لعبة الكورة. ايه الحوار بقى بتاع لعبة الكورة دي؟ بصوا يعني اصلها ما تفهمش هو جاي منين، بس هي شيء مهم جدا. زي ما قلنا في البداية الالهة كانوا بيلعبوا اللعبة دي. ايه هي القواعد بتاعت اللعبة دي؟ انت عندك كورة تمام، الكورة دي وزنها 4 كيلو حلو، والاجزاء اللي في جسمك اللي ينفع تلمس بيها الكورة اكواعك ركبك ووسطك تمام، والهدف ان الكرة ما تلمسش الارض خالص. حلو الكلام. لو الفريق التاني خلى الكرة تلمس الارض نقطة للفريق الاول تمام، لو الفريق التاني عرف يطلع الكرة بره نهاية الخط بتاعت الفريق ده يبقى خلاص يبقى نقطة ليه. ايوه نفس حوار كرة القدم بس ما فيش جول واحد كده هو، لا يعني تعدي الخط ده خلاص هو يعتبر جول للفريق اللي خلى الكرة تعدي. بعيدا عن اللعبة الغريبة دي كلها، الشعب ذات نفسه كان تشيل جدا، كل واحد يصحى الصبح يعمل اللي عليه، بعد ما يخلص يقعد يتشيل، مفيش اي مشكله تمام. ولو يعني كان في حاجه وحشه حصلت في اليوم الشعب ما كانش بيتضايق او كان بيخاف، لا كان بس بيقول ان اوكي ده يوم وحش
عادي، ده كان في الاعتقاد بتاعهم ان اه دي حاجه عاديه، انت عندك ايام حلوه وايام وحشه، as simple as that. والاتيتيود البسيط ده يا معلم بقى هو اللي خلى حضارتهم تستمر لفتره طويله لحد لما نروح لزمن البوست كلاس. اللي حصل ان الناس بداوا يتفرقوا عن بعض، تمام، خناقه هنا على خناقه من هناك، خناقه تبدا صغيره بعدين تكبر، ويعني عددهم زاد وصلوا لحد 13 مليون شخص في المساحه اللي ممكن نقول نوعا ما صغيره. وزود على ده بقى ان اصلا في الوقت ده كولومبوس دخل امريكا وكله كان عمال يقتل في كله. بس الشيء العجيب ان الناس دول لسه موجودين لحد النهاردة. ولما جت سنة 2012 الناس قالت ان العالم هينتهي، لان ده الكلام اللي الماين قالوه. تعرفوا ايه اللي ضحك؟ ان الماين ذات نفسهم، الناس اللي لسه عايشين لحد النهاردة ولسه بيتكلموا اللغة، ولا حد منهم قال ان العالم هينتهي اصلا. وده يودينا لاخر حاجه موجوده معانا في الفيديو ده، وهو التقويم بتاع الماين. تمام، امانه ركزوا معايا عشان الموضوع ده بجد عايزه شويه تركيز، شويه تركيز. شطه بوكو قالت البيت. الماينز كانوا بيحسبوا الاوقات كده، اليوم اسمه كن، 20 يوم او 20 كن اسمه وينال، 18 وينال يعملوا لك تون، تمام، تون اللي هو تقريبا سنة، 20 سنة اسمهم كاتون، وعشرين 20 سنة اسمهم باكاتون أو باكتون اللي هم تقريبا 144,000 يوم. ازاي بقى بتكتب التاريخ عند الماين؟ زي ما انتم شايفين قدامكم من الشمال لليمين، تبدأ بالباكتون، بعدين الكاتون، بعدين التون، بعدين الوينال، بعدين الكن. يعني انا مثلا عايز اقول لكم التاريخ بتاع أول يوم بث لقناة سبيستون، هيبقى زي ما انتم شايفين قدامكم كده اهو، 12/19/7/1/8 اللي هو بالتقويم الميلادي نقوله ازاي 27/3/2000. المفروض بقى لما انت تعمل المعادله دي وتشوف في يوم 21/12/2012 اللي هو المفروض اليوم اللي كان العالم هينتهي فيه، شكل التاريخ ده في التقويم بتاع الماين هيبقى عامل ازاي؟ هيكون شكله كده 13 وصفار. ايوه بس كده هيكون 13 وصفار. هيبدأ باكتون جديد. بس دي كل الليلة كلها يا جماعة، مش عارف انتوا اتحمستوا ليه. علشان تفهموا تاني ممكن تكونوا اتلخبطتوا شوية، اليوم اللي انا بصور فيه الفيديو ده، ده التاريخ بتاع اليوم ده 13/07/2011. ولسه ما حصلش حاجة. زي ما قلت لكم اللي ضحك ان الماينز ذات نفسهم ما قالوش ان في حاجة هتحصل اصلا. فكرة العالم انه هينتهي دي جت منين؟ لان في قصة الخلق بتاعة الماين لو انتوا فاكرين في الفيرجن رقم 2، تمام، اللي هي الناس الخشب، الناس الخشب دول فضلوا على الارض في الميثولوجيا بتاعة الخلق، فضلوا على الارض 13 باكتون، تمام، يعني هم فضلوا موجودين 13 باكتون، بعدين الالهة قرروا ان هم يبيدوا الخليقة دي اللي عملوها ويبدأوا يشتغلوا على الفيرجن رقم 3 اللي هي المفروض البشر بتوع دلوقتي. فالناس بقى اللي قعدوا يدرسوا الميثولوجيا قال لك اه يا معلم اوكي، فاللي هم استنوا عليهم 13 باكتون، اذا فانت لما بتبدا التاريخ الجديد بتاع الفيرجن رقم 3 دي وتوصل ل 13 باكتون، فاه يا معلم كده هتيجي بقى الاباده الجديده والعالم هينتهي. مامان وات ار يو دوين. اخذوا الموضوع ده من الاسطوره بتاعه الماين، بعدين بقى اتعمل لك بقى الافلام والحاجات دي اللي ايوه يعني هم بداوا من الاسطوره الصغيره دي، فخلوا الموضوع مينستريم شويه. ومين اللي كسب من الموضوع ده كله؟ الناس النصابه، تمام، يطلع لك واحد كده يقول لك يا عمي الماينز دول عمرهم ما غلطوا قبل كده، ده طول كل الحاجات اللي بيقولوها يا عم بتتحقق، فانت تعرف لما هيتحول البكتون الجديد يبقى 13 وصفار كده التقويم يبدا يعد من اول وجديد، يبقى خلاص يا معلم. طب حضرتك لما حصل البكتون بتاع ال 12 لما بقى 12 وصفار مفيش حاجه حصل، ولما كان 11 وصفار برضه مفيش حاجه حصل. لن تظبط معنا. وبجد انا مش فاهم يعني ليه الموضوع ده اتشهر زياده عن اللزوم، وليه هم اختاروا يوم واحد بس ان العالم هينتهي فيه. حضرتك انت لو كنت دخلت على عالم الفيسبوك العربي كنت هتكتشف ان كل سنه العالم بينتهي 3 مرات، ده اقل حاجه، ولسه لحد النهارده الناس بتصدق وبتعمل شير في كل حته للحاجات دي. مشكله التقليد يا اخي.
وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعرفوني ايه رايكم في الفيديو، ولو عندكم اي تعليقات هنا وهناك او اقتراحات لميثولوجيات او مؤامرات ممكن نغطيها في المستقبل، كل الحاجات دي في الكومنتات بتاعه الفيديو. وايوه اخيرا اتكلمنا على حضاره الماين، زي ما قلنا يعني حلو بقى ان احنا ايه نبدا نروح للحاجات الغريبه، خلينا نقول ان احنا يعني ما بنتفرجش على حاجات كتير ليها دعوه بالميثولوجيات اللي جايه من الجزء ده من العالم من عند الاميركتين كده اهو. بس ايوه يعني خلينا ممكن نقول هنفضل في الناحيه دي من العالم فتره، يعني مش عايز اقول طويله بس هنفضل مركزين في الناحيه دي لكام فيديو، مش هينزلوا ورا بعض، بس انا اقول لكم ان هنغطي اكتر من حاجه من المنطقه دي، وبعدين بقى يعني قدام هنروح للمكان خلينا نقول ان الاكثر اهتماما وهو الهند. تمام، لان الهند انت عندك ايه بقى ميثولوجيات للصبح، بس ايه خلينا نخزنها على جنب كده هو شويه الهند قبل ما نروح هناك. تمام، بس خلينا مركزين في الجانب ده من العالم دلوقتي. ومره تانية اعزائي المشاهدين عايز اقول لكم شكرا على متابعتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول. ولو انتم مش عارفين انا بنزل فيديو جديد هنا في القناه كل يوم سبت، فتاكدوا ان انتم مشتركين ومشغلين التنبيهات. لو عايزين تشوفوا الفيديو اللي انا نزلته الاسبوع اللي فات ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود فوق هنا، ولو عايزين تشوفوا فيديو عشوائي من اختيار اليوتيوب ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود تحت، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.